يا جماعة اليوم حديثنا عن أجمل شخص، عن أجمل من البدر صلوات ربي وسلامه عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل أن صحابيا رأى القمر قد اكتمل بدر، فلما رآه اكتمل لك أن تتخيل أنه خرج من المكان الذي هو فيه ليقيم مقارنة، من أجمل، النبي صلى الله عليه وسلم أم البدر؟ تخيل أني قاعد في الحوش وقاعد أطالع البدر وقاعد أفكر من أجمل، البدر ولا أبوي، وأطلع من المكان اللي أنا فيه عشان أشوف أبوي وأشوف القمر، من أجمل؟ وأقيم مقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لك أن تتخيل، بل هذا قد صار، هذا واقع صار. خرج الصحابي رضي الله عنه ليقيم مقارنة، من أجمل، النبي صلى الله عليه وسلم أم البدر؟ فخرج ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل، يقول الصحابي رضي الله عنه: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل، ثم نظرت إلى البدر، ثم نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظرت إلى القمر. يقول: لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. أنا أصف لك عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقط عينه صلوات ربي وسلامه عليه. عين النبي صلى الله عليه وسلم العدسة شديدة السواد، وهذه نادرة، وبياض عينه صلى الله عليه وسلم شديد البياض، حتى أن بياض عينه صلى الله عليه وسلم فيها عروق رقيقة حمراء، يا الله. وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة منثنية، يا الله. أكحل صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى عينيه تظن بأنه كأنه حاط كحل عليه الصلاة والسلام، وكانت عيناه واسعتان صلى الله عليه وسلم. إيش هذا الجمال؟ تخيل رموش طويلة والعدسة سودة وبياض عينه شديد البياض مع عروق رقيقة حمراء وكأنه حاط كحل صلى الله عليه وسلم، واسعة. تخيل ما أجمل صلى الله عليه وسلم، هذه العيون فقط صلى الله عليه وسلم، كيف إذا تبسم كيف تصير عيونه صلى الله عليه وسلم؟ إيش هذا الجمال؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، يقول جرير رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي صلوات ربي وسلامه عليه. سأروي لك قصة، استمع إليها. هذه القصة هناك من قال بأنها صحيحة، وهناك من ضعفها، وهناك من ضعفها وقال هذا الحديث قد يصل إلى أن يكون الحديث حسن. قصة أم معبد. من هي أم معبد؟ لما اجتمع الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلوات ربي وسلامه عليه من مكة يريد المدينة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه الصديق ومولى أبي بكر رضي الله عنه، وهو عامر ابن فهيرة، ودليلهما ابن أريقط. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن كفار قريش يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يريد المدينة. تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم مطارد. لاحظ في كلمة مطارد الآن لأنك ستعرف بعدين ما أردت بها. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يريدون المدينة، مروا على خيمة، هذه الخيمة كانت فيها أم معبد، كانت تطعم وتسقي وكانت كبيرة في السن، فوقفوا عندها يريدون أن يشتروا من عندها أكل يشربوا ويأكلوا، فلم يجدوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في زاوية الخيمة فرأى شاه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا أم معبد؟ قالت: هذه شاه، لا تعلي بهذه، ما فيها شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ الله أكبر، انظر إلى أدب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أتأذنين لي أن أحلبها؟ ردت عليه أم معبد وقالت: بأبي أنت وأمي. ما قالت بأبي أنت وأمي إلا لأنه أسر قلبها صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت له: إن كان فيها لبن فاحلبها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على ضرعها وسمى بالله تبارك وتعالى ودعا لشاة أم معبد حتى أنه امتلأ ضرعها لبنا. الله أكبر، امتلأ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإناء يكفي رخط تقريبا 9 أشخاص. تخيلوا يا جماعة،
ما كان فيها شيء، ما كان فيها لبن، حتى أم معبد تقول ما في، ما كانت تتوقع أنه بصير كذا. سبحان الله. فأخذ الإناء النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء وصار لامعا لمعان اللبن في البداية، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد هذا الإناء لتشرب. الله أكبر، انظر إلى هذا التواضع. فشربت. أتظنون بأنه شرب بعد أم معبد؟ لا، بل أعطى أصحابه ليشربوا، فأعطاهم فشربوا، ثم بعد ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم شربوا مرة أخرى، ثم بعد ذلك بايعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكملوا المسير. المهم، أبو معبد زوج أم معبد جاءها فقال لها ما هذا يا أم معبد؟ ما هذا اللبن؟ فقالت مر بنا رجل مبارك حاله كذا وكذا. فقال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. استمع إلى هذا الوصف البليغ، توصف هذا الجمال، هذا الحسن، يا الله، توصف نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. استمع ماذا قالت. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الله، أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة، أي ليس بضخم البطن صلوات ربي وسلامه عليه. قالت لم تعبه ثجلة ولم تزر به صقلة، أي ليس نحيلا صلوات ربي وسلامه عليه. قالت وسيم قسيم، الله، وسيم قسيم. قالت في عينيه دعج، تعني بذلك شدة سواد العين صلوات ربي وسلامه عليه. قالت وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، تعني بذلك حدة وصلابة من غير شدة، كما يقول العلماء البحة اليسيرة. قالت وفي عنقه سطع، تعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه شيئا من الطول، وكذلك نور وبهاء. قالت وفي لحيته كثاثة، تعني كثرة والتفاف. قالت أزج أقرا، تعني بذلك أنه متقوس الحاجبين مع طولهما ودقتهما واتصالهما. تقول أم معبد انصمت علاه الوقار، الله. قالت وإن تكلم سما، أي ارتفع برأسه وعلاه البهاء، الله أكبر. قالت أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأجلاه وأحسنه من قريب، يا لطيف. تذكر لماذا قلت لك مطارد؟ هذا وهو مطارد صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف إذا لم يكن مطاردا؟ قالت أم معبد حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. تصف بذلك كلامه في حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوته. قالت أم معبد ربعة لا يأس من طول، أي أنه إلى الطول أقرب. قالت ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تحتقره عين حين تشاهده، لأنه إلى الطول أقرب وليس بالقصير صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو مهاب مقبول صلوات ربي وسلامه عليه. قالت غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره صلوات ربي وسلامه عليه. قالت محشود محفود، وتعني بذلك أن أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجتمعون عليه ويخدمونه ويسرعون في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه، وما ذلك إلا لجلالته عندهم ومحبتهم له وعظمته في نفوسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت أم معبد لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم، وتعني بذلك أن العابس هو الذي هكذا وجهه، وكما قلت لك في البداية ركز على كلمة مطارد، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أي واحد فينا الحين، لو أخوه بس يمزح معاه ويطارده كان صار وجهه زي كذا ويسوي نفسه عصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتغير، وجهه جميل لا عابس ولا مفند. مفند أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بعلم، والمفند هو المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، تقول لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد بعد أن سمع هذا الوصف البليغ، قال
هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. الله أكبر.